مشاهدينا الكرام من عبر عدسة ليوا، نحن متواجدين اليوم في حلقتنا لليوم، وكما عودناكم كل يوم حلقة تختلف عن الحلقة اللي قبلها، واليوم حلقتنا بتكون ثرية بالمعلومات عن تل مرعب وعن الفعاليات وعن تواجد الجمهور، وهذا هو الصح مع عدسة ليوا. مشاهدينا الكرام الحين متواجدين هني، شوف الفاكهه موجوده، كل شيء متواجد. كيف حالك؟ الحمد لله زين. شو موجود؟ بس سرعه قول سرعه. في تين، في سنتره، في تين، في فندل، في رومان، في عنب، شمام، ذره، موس، عسل سمن. عسل سمن، يسعد لي جوك. شوف مشاهدينا الكرام لمحبين الفاكهه، موجوده الفاكهه بانواعها، طبعا في محليه وفي مستورده وفي كل شيء موجود، حتى الخضروات موجوده، السمن، العسل، اي شيء تحتاجه ويجي في خاطرك بتحصله هني موجود. وعدسة ليوا، وعدسة ليوا ترصد لك وتطلع الاشياء اللي موجوده هني، عشان يا مشاهدنا الياس يشوفنا تتمتع وتعرف شو الموجود هني في ليوا. وليوا 2022 وتل مرعب، هذا هو الصح. مشاهدينا الكرام عدسة ليوا ترصد الناس وتواجدهم وفعالياتهم هني. نحن نتأكد ونشوف الريال هاي اللي موجود معانا، تعرف عليك؟ فارس خليفة. والنعم فارس، حالك؟ وطيب يسرك الحال. شاك بخير؟ خير وسهلة، وش الحال؟ عساك طيب فارس. قالوا لنا هني عندكم حلوة داخل. نعم، حلوة عمانية. محل اسمه المضياف للحلوة العمانية، فرعنا في ابو ظبي، وحياك الله تفضل. مضياف، تعال بنشوف الحلوة. ياسين سوينها فرشة الحين. السلام عليكم، كيف الحال؟ ايش حالك؟ خير الحمد لله. عساك بخير؟ يسرك الحال. وين الحلوة؟ الله 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 الله، شوف الحلوة وين يسوونها، وهذا التل وتل مرعب. وليوا 2022 مختلفة، بتواجد المحلات، بتواجد الناس، بتواجد الجمهور. نحن نحب نسألك عن الحلوة العمانية اللي ياسين انتوا تسوونها هني، شو نوع الحلوة اللي ياسين تسوونها هني؟ يا طويل العمر، الحلوة السلطانية تتميز بالمكسرات والماي ورد والزعفران والسمن العماني، وشي ان شاء الله من الاخر. ومرحبا بالجميع. تسلم تسلم. مشاهدينا الكرام، هذا محل موجودين هني داخل تل مرعب، يسولك الحلوى فريش. شوف كيف، شوف. الله 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 الله، يا سلام الله يا سلام. الله عليك يا ليوا، وتشرفنا فيك معانا في برنامج عدسة ليوا، وهذا هو الصح مع عدسة ليوا، هذا هو صح. الله يطول عماركم، ما قصرتوا. تسلم. مشكورين على التنظيم الطيب، والجماعة ما قصروا، وخاص بالشكر ابو بطي جزاه الله خير، وعلي المزروعي والشباب ما قصروا. الله يطول عماركم، وان شاء الله بنكون متواجدين طول ان شاء الله. تسلم تسلم. مشاهدينا الكرام احنا مكملين حلقتكم لليوم، ونحن نفس ما قلنا لكم كل يوم حلقه مختلفه، وهذا هو الصح. مشاهدينا الكرام نحن الان موجودين هنا في كوفيات موجوده، كوفيات موجوده وين؟ في تل مرعب. يعني اللي محبين الكوفيات وحابين الجلسة، في جلسات متوفرين هني، كم كوفي موجودين هني بهالامتداد في تل مرعب. نفس ما قلنا لكم ان ليوا 2022 كل شيء مختلف، وهذا هو الصح مع عدسة ليوا. مشاهدينا الكرام معاكم هني، شوف الشباب الحماسيين، يا شوف كيف جاهزين نفسهم، دراجاتهم، عشان الاجواء الحلوه هذه لازم نلبس. تعرف عليك؟ سلطان المنصوري. نعم. حالك؟ الريال عبد المنصوري. والله والنعم. مناصير، والله والنعم مناصير. شو اجواء الملعب السنه؟ الاجواء خطيره صراحه، تنظيم ولا اروع، احسن من السنين اللي طافت. يعني انت معناها انت كل موسم، انت عناك الموسم انت موجود هنا. نعم كل موسم. هاي الموسم كيف الترتيب والنظام والدنيا؟ النظام والله ما عليه كلام ابدا، من ناحيه السيفتي كان احنا هل الدراجات قبل كنا نتلعوز يعني من السيارات والتنظيم الخطوط، فالحين صار احسن يعني. يعني اي نعم كل شيء مرتب، ويشكرون هل المنظمين والقائمين على هالمشروع. زين بسألك انا، انت الحين هني مشارك، انت مشارك في شيء من المسابقات؟ انا استمتع صراحه، مش لازم يا شارك عشان استمتع، الاجواء بروحها تسد، حتى لو ما عندي شيء بقعد بشوف. انا
شفت ناس ما عندهم حتى لا دراجة ولا عنده كل واحد مستانس هني، قاعد دراجة سيارة، كل الناس مستانسة فرحانة. تسلم تسلم، الله يسلمك، شرفنا فيكم معانا في عدسة ليوة. مشاهدين الكرام، يعني تواجد الجمهور أو سواء الهواة يتواجد عند دراجة، عند سيارة، جاي بروحه، جاي بأي طريقة، مع أهله بروحه، أي شيء مشي، أي شيء تقدر تستانس. مخيمات برايفت، فيها مخيمات عادية، يعني تقدر تجيبها لك تنبسطون هنا. إيه كل شيء متوفر. بس وصل بس. ها؟ بس وصل هنا. بس وصل، حمامات ما شاء الله، والدنيا كلها موجودة. يعني نقدر نقول إن هذا هو الصح؟ هو الصح هذا. هذا هو الصح؟ أكيد. إذا مو هذا الصح ما بيصير. شاهدينا، هذا هو الصح مع عدسة ليوة. الله عليه الله عليه، الريال ناوي يقطع التل خلاص، ربخ التواير وجاهز. سعد لي جوك. جوك يا الغالي. شو هني أجواء الملعب؟ والله أجواها فلالية. توك واصل؟ توني واصل. اشوفك تربخ التواير. بربخ والحين براويك شو نسوي ان شاء الله. اوه هذا هو الصح، هذا هو الصح. سعد لي جوك. مشاهدينا من عدسة ليوة، نحن نشوف تواجد الشباب، نشوف هلا هلا شو الاخبار؟ تعال تعال هني، خلينا نشوف الجماعة هني. سعد لي جوك، عندهم نيسان هذا الازرق. الله، هذا هو الصح، هذا هو الصح. هذا هو الصح. نعم هذا هو الصح. هذا هو الصحيح. هذا الصح. سمع سمع الصح. الله، علومكم طيبين؟ والله بخير ربيع. من وين؟ المدينة. والله من المدينة؟ اه نعم. شو أجواء السنة؟ والله جميلة. مستانسين؟ اه نعم والله. سعد لي جوكم. فول الفول. ها؟ فول الفول. فول الفول، انت جوك فول اللي يبين اصلا. يلا زين، مشاهدينا نحن مكملين معاكم، نشوف تواجد الجمهور، نشوف كيف متواجدين هنا في التل. سعد لي ستايلك. الله يسعدك يا ربي. الله، شو الاخبار؟ خير وسهلا بالشركة. من وين؟ من العين. من العين. شو اجواء الملعب السنه؟ او السنه هذه غير عن كل سنه. ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون احسن عن كذي بعد ان شاء الله ان شاء الله. انت هني يبدي شفت كل الفعاليات الموجوده والله توك واصل؟ لا شفنا كل الفعاليات. شو رايك في التنظيم السنه؟ سنه تنظيم ما يعلى عليه، مخلي الشباب على راحتنا والحمد لله كل شيء الامور طيبه. اللي ما ياش تقول له؟ انت خسران. تسلم تسلم غالي، تشرفنا فيك. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم ضمن عدسة ليوة، نشوف تواجد الجمهور، نشوف طباعهم، نشوف حلقة اليوم لين وين، لين الحين مكملين، نشوف الشباب، نشوف شو يسوون هني. شوف لي الدراجات هني، الدراجات وراك، الدراجات هذه، الدراجات جوهم مختلف عن اجواء السيارات. الله عليه الله عليه الله عليه. شوف تواجد الناس، جروبات جروبات دراجات، جروبات سيارات، يطلعون دايركت على تل الملعب. الله يا تل، الله يا تل الملعب. الله عليكم الله عليكم، مهارات مهارات. الشباب يتواجدون هني، يطلعون مهاراتهم، يطلعون طاقاتهم. سكر دراجة بسولف معاك. ها ما شاء الله عليكم، مهاراتكم يجون هني، يطلعون مهاراتكم، يطلعون طاقاتكم. هذا واجب علينا اخوي، هذا عاد هاي قبل لا تكون مهارة، هاي كل طموحاتي في هالحياة على فكرة. لان انا داش في المجال من صغري ما شاء الله، فان هالشيء يعني غيرنا الطموح. ان شاء الله نامل ان نوصل على عن هالمستوى ان شاء الله. ما شاء الله عليكم، نحن شفنا استعراضكم ما شاء الله. يعني انتم ناس يعني عندكم مهاره مش عند غيركم ما شاء الله، وتقدرون تمارسونها هني في تل مرعب، يعني في هالمهرجان تي تاخذ راحتك، اي شيء تقدر تسويه هني. صحيح صحيح، تقدر تطلع كل مهاراتك هني، لكن كل شيء له حدود. بنظام؟ طبعا طبعا، اهم شيء النظام. حلو. يعني احنا هنا في رملة مو بس نلعب في الشارع، فان في فرق يعني. حلو. شرفنا فيك معانا في برنامج عدسة ليوة. كيف الحال؟ ايش حالك؟
شرك الحال. ما تعرفنا على اسمك؟ مايد. مايد ما شاء الله عليكم انت وخويك ومسوين شو حلو هني، الناس اللي موجودين هني يستانسون يشوفونكم انتم ترسون تبدعون في الاشياء اللي ياس يسوونها هني. شو رايك في السنه هني؟ في انت اول سنه ولا جيت قبل؟ لا والله اول سنه. اول سنه، شو رايك جيت وشفت المكان؟ يعني طبعا انت سمعت عنه قبل، ويوم جيت وصلت شو شفت الوضع؟ والله المكان منظم وناسه، يعني كل شيء موجود، الاسعاف والشرطه وهذا، هي منظمين كل شيء ويخلون الناس يستانسون ولا انهم يسكرون نفس باقي الاماكن يعني. تسلم تسلم، تشرفنا فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، نحب نتواجد معاكم، نشوف الناس، نشوف شو انطباعهم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. شو الاخبار؟ بخير الله يسلمك. ما شاء الله بهاللون المميز، بهالسياره المميزه، يالس تشارك الناس ويعني وناستهم هني وسعادتهم، وانت بروحك فرحان وسعيد. شو رايك في تل مرعب؟ والله الصراحه كل سنه يبهروننا تعديلاتهم وتنظيماتهم الصراحه، يعني عن نفسي انا ولا سنه صراحه اضيع من المرعب. يعني كل سنه اكون اول حاضرين من اول بدايه المهرجان نهاية. الحمد لله. انت مشارك معانا هنا باستعراض ولا استعراض رملي ولا شيء، بس جاي انت معدل سيارتك ويا مستمتع هنا تطلع في النقا وترد وهذا؟ لا والله جاي الا اونس على نفسي. اونس على نفسي وقعدت شباب وطلعت شباب واقعد من بدايه مرعب لنهايه مرعب كل سنه. كل سنه. كل سنه الحمد لله. شاهدين الكرام، نحن نشوف الناس يجون هنا سواء كان مشارك او يوصل هنا بس يكون مستانس، يجلس هني في الاجواء هذه، يعني يكون لمة شباب مدة الاسبوعين كاملة ويكونوا متواجدين. تشرفنا فيك معانا في عدسة ليوة، وهذا هو الصح. اي والله العظيم هذا هو الصح. هذا هو الصح. خير، جزاكم الله خير. يا مرحبا. تسلم، اعطيه روح عليه. الله عليك، الله عليك. مشاهدينا الكرام، نحن متواجدين هنا نشوف تواجد الناس، نشوف الله شو جوها شو جوها. هاي. How are you? I'm very well. How are you? Oh, you are happy? I'm very happy. This makes me super happy. First time here? No, second time. Second time. The first time I was here a year before Corona. Yeah. But now, what about everything here, the event and everything, and anyone can go there and yani everything here, what do you... It's amazing. The new road makes so much difference. The drive is absolutely fantastic. The two-lane road is incredible. Makes it so much easier and so much faster to get here. Yeah. Where are you from? I'm from Poland. Poland, yes. Oh, okay. What about here? You have this car? I do have this car, but I'm a bit of a chicken to go up the dune. You go up to the dune upstairs? No. The top? No, too scared. Scared? I'll leave it to the professionals. Nice. And I want to ask here you are with group or you are with family? No, I'm on my own. Yeah, I just came to watch, spend a nice day, chill, and then I'm gonna go drive back to Dubai. Dubai tonight? Yes. Yes. Crazy. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Okay, enjoy. Thank you so much. مشاهدينا قالت الجو amazing، يعني شيء فوق الخيال. أجواء تل مرعب مختلفة، ومكملين معاكم حلقتنا لليوم. هذا هو الصح. شاهدين عبر عدسة ليوة، نحن متواجدين هنا في هالمكان. شوف جماعة عندهم درون، عندهم كاميرا، يعني يارسين هنا. تعرف عليكم. أنا خليل من الجزائر. من الجزائر. أيوه. شو رأيك في تل مرعب؟ لا كتير حلو والله، فنان. أوكي. كتير فنان، والرملة والصحراء عجبتنا كتير يعني. طبعا المصورين يبين عندهم جمالية المكان يعرفونه. كيف الحال والرجل؟ تعرف عليك؟ إبراهيم عطية. والله والنعم. من الأردن. من الأردن. أي الله. ما شاء الله جماعة من الجزائر من الأردن، وأنت؟ آمنة من تونس. ما شاء الله ما شاء الله، جزائر الأردن وتونس، ما شاء الله. تشرفنا فيكم معانا في عدسة ليوة. أنتوا هني موجودين يارسين توثقون الحدث اللي موجود هني. أنتوا جروب مع بعض ولا حق قناة معينة ولا شيء؟ جروب وقناة.
ايوه ما شاء الله تغلى حق نفسنا وحق القناه بعد. ايوه انت مصور درون وانت مصور عادي مش درون. ايوه خلاص الحين نحب نسولف معاك ونسالك عن المكان عن الجماليه اللي موجوده هنا. شو شفتي هنا في ليوا هالموسم ليوا 2022 وتل مرعب وانطباعك عن المكان؟ والله احنا اليوم كنا اجازه وما حبينا نفلتوا هالفرصه يعني لحتى نجي ونحضر هالاجواء المميزه، واحنا اساسا من عشاق السيارات والصحراء، فما في احسن من هاي الفرصه لحتى ننبسط ولحتى تكون اجواء كثير مميزه ما شاء الله. وتوثقون الحدث كل شيء وثقناه، كل شيء موثق. شرفنا معانا في عدسه ليوا. مشاهدينا الكرام، هذا الجروب جايزين يصورون ياخذون مقاطع وينزلونها معاهم، وهذا هو الصح مع عدسه ليوا. شوف 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 ارتبطوا بالمجانين، فالعقلاء مملون جدا والله. نشوف اجواهم هاي الشباب اللي هنا موجودين. ايوه ايوه اسمع ها روح روح ها الله ها الله. هذه اجواء المرعب، هاي اجواء المرعب. ها كيف اجواكم؟ فول والله العظيم، ما يعني حماس، فول زحمة ناس، يعني أجواء غير يا أخي. تعرف عليك سيف مؤمن. سيف شو أخبارك؟ والله بخير الله يعافيك. أول يوم اليوم هني؟ لا أنا من قبل لا يبدأ مرعب بأسبوع هني. الله يعني قبل ما يبدأ المهرجان ريال موجود هني قبل ما جاء بأسبوع. نعم من أسبوع والله موجودين هني. أنت المعززي لك هذيل ما شاء الله عليهم. هذيل القبيعة اللي معاي، القبيعة اللي معاي. هذا اللي عززوا لك. هذا اللي ودوني في الحيط والله. صراحة العبارة اللي حاطينها وراء خطيرة والله، لازم يا الجنون واجب يا اخي. شرفنا معانا في عدسة ليوا، نحن برنامج عدسة ليوا، نشوف اجواء الشباب، نشوف حماسهم، نشوف تفاعلهم مع المهرجان، ونباك تقول للجمهور ياسين يشوفونك الحين، شو تقول لهم اللي مايا؟ والله اللي مايا بيفوتك نص عمرك والله، يعني اقل شيء اقدر اقوله. راحت عليه؟ والله راح عليك نص عمرك، مرعب غيره ماشي. هذا هو الصح. يقول لك جو ليوا جو لبنان، لا سهام ولا رطوبة. الله 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 الله. سلام عليك. هذا هو الصح صح؟ هذا هو، شيل عليه. الله. حلو حلو ما شاء الله، تفاعل الشباب وجوهم حلو وهذا هو الصح. الله. مشاهدينا نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذا التفاعل اللي موجود هنا عند الشباب وبهذه اجواء ليوا. نحن من عدسة ليوا نراويكم اجواء الشباب ونخليكم تشوفون الوناسه اللي الناس مستانسين فيها. هذا هو الصح مع عدسة ليوا.